Hello everybody، مرحبا بكم جميعا إلى موضوع حقيقة سألني فيه الكثير من الناس في التعليقات. يا أستاذ، أنا لا أستطيع أن أحفظ. حقيقة هذه المشكلة يعاني منها الكثير من الناس، فقررت أن أعمل هذا الفيديو حتى أساعد الكثير، أوضح له هذا السبب لماذا أنت لا تستطيع أن تحفظ، وما هي الطريقة الصحيحة حتى تساعدك على بداية الحفظ. لأنه الكثير يقول الحفظ عندي ضعيف جدا، وأستغرب من أصدقائي وزملائي لديهم قدرة على الحفظ بشكل كبير جدا، ولا يعرف أن أصدقاء هؤلاء كانوا يمكن يعني أصعب منه في عملية الحفظ، يعني كانوا يواجهون مشاكل يعني أصعب، لكنهم بعد ما تدربوا على أسلوب وطرق معينة وأساليب معينة تحسن لديهم الوضع وأصبحوا يستطيعون أن يحفظوا كميات كبيرة. يا سيدي، السبب الأول اللي يعني صعوبة الحفظ عند الكثير هو ضعف التركيز أو قلة الرغبة والاهتمام. يعني الرغبة عندك والاهتمام ضعيف، فلذلك هذا أدى إلى قلة التركيز. أنت يعني تكون مرغم أنك تحفظ هذا الشيء، لكن من داخلك أنت غير مقتنع. يعني لابد أن تقنع نفسك مبدئياً، أو أولاً أو قبل كل شيء أن تكون مقتنع. إذا اقتنعت سيصبح عندك لديك اهتمام، إذا اهتممت ستصبح لديك التركيز أسهل، يعني أصبح عليك الوضع بسيط. لأنه إذا أنت غير مقتنع من داخل لا يوجد اهتمام، وبالتالي إذا لا يوجد اهتمام لن تستطيع أن تركز، فتفقد التركيز والموضوع كله يصبح صعب عليك. النقطة الثانية، أنت لابد أن تواصل. عدم المواصلة والمتابعة والتقطع يجعل الأمر عندك يعني صعب، ويشعرك أن ذاكرتك ضعيفة. من الأمر الطبيعي أنك إذا درست شيء ولم تتابعه، حتى أنا أو أي إنسان، أغلب الناس إذا درس شيء أو تعلم شيء ولم يمارسه وانقطع عنه فترات طويلة، الأمر بسيط، ستنساه لأنه كان في الذاكرة المؤقتة. وأنت تحتاج أن تنقل هذه المعلومات من المؤقتة إلى المستديمة، والمستديمة هو مثل ما أنت تعرف أن اسم أخوك عبد الله، أو تعرف مثلا عبارة مشهورة thank you أو how are you، أنت حفظتها، أصبحت المستديمة لأنها لها فترة طويلة فانتقلت للذاكرة المستديمة. كيف تنقل معلوماتك للذاكرة المستديمة؟ عن طريق المتابعة والاستخدام. الانقطاع لفترات طويلة يجعل الأمر شبيه أن ذاكرتك ضعيفة وأنت ذاكرتك عادية، ولكنك تقطعت وتركت الأمر فترة طويلة فشعرت أن ذاكرتك ضعيفة. أحد أهم أسرار الحفظ هو التكرار، والتكرار لا يقصد فقط به أن تكرر بالكتابة، لا، تكرر بالنطق، لأنه يصدق العقل ما تقوله اللسان. فإذا أنت لسانك قال شيء، أنت عقلك ولسانك يندمجوا مع بعض فتثبت هذه المعلومة. يعني أنت أخذت عبارة congratulations، مبروك، تهانينا، إذا قمت بتكرارها ستحفظها، مش في نفس اليوم فقط تكررها 3-4-5-10 مرات، هذا جميل، لكن بعد يومين أو 3 أيام تقوم بتكرارها فنقلتها من الذاكرة المؤقتة إلى الذاكرة المستديمة، فتصبح لديك جاهزة. كل ما أردت أن تقول لأحدهم تهانينا أو مبروك congratulations، تمام؟ see you later، تحفظها كذا مرة، عدة عبارات تقوم بحفظها وتكرارها من أوقات متكررة، فتصبح لديك في الذاكرة المستديمة. من الأسرار أيضا الذي لا يعرفها البعض أنه يقوم بحفظ الكلمات. الكلمات كثيرة، قد تكون بالآلاف. ما هو الحل؟ لا أستطيع أن أحفظ آلاف. فكرة أنه أحفظ يوميا 10 كلمات في الشهر، 300 كلمة في السنة، هذا الكلام اتركه وامسحه من دماغك، لأنه غير قابل على التطبيق على أرض الواقع. غير قابل للتطبيق على أرض الواقع، لماذا؟ لأنه أنت تحفظ كلمات بالآلاف. أفضل طريقة أنك تحفظ جمل وأسئلة. السؤال يتكون من 5-6 أو 7 كلمات، 10 أسئلة يعني 70 كلمة، 50 سؤال بدل آلاف الكلمات، 50 سؤال يعني آلاف الكلمات وانتهيت. احفظ 50 جملة، كل جملة تتكون من 5-6 كلمات، لو حفظت 100 جملة انت بتتكلم على 500-600 كلمة. ابعد عن حفظ الكلمات واحفظ العبارات والجمل، بل انها اسهل. بدل ما تحفظ سي يرى يو انت تومورو،
احفظها كلها see you tomorrow, see you tomorrow, بدل ما تحفظ how are you, كيف تكون أنت, لا how are you, كيف أنت, بدل ما تحفظ good night, good جيد, ونايت ليلة, ليلة جيدة, لا خلاص good night, تصبح على خير. Have a nice day, have a nice day, مع بعض الجمل أسهل حتى في الحفظ, تحفظ وكرر. الاستماع مفيد جدا للحفظ, الاستماع مفيد جدا, والاستماع يحتاج إلى تكرار, أن تستمع إلى محادثات, اثنين بيتكلموا مع بعض, Hi, good morning, good morning, where are you from? I'm from Canada. How about you? I'm from Turkey. Are you a student here? Yes, I am. And you? I am a teacher. اسمع هذه المحادثة مرة ومرتين وثلاثة وأربعة وخمسة إلى أن تجد أنه استماعك للمحادثة هذه أصبح سهل, يعني أنا الآن فاهم ماذا يقولون تماما. الاستماع والتكرار حتى وإن لم تفهم سيجعل عملية الاستماع عندك وتدريبك أفضل. الحفظ يحتاج لذهن صافي, يعني عندما تحفظ لا تأتي وأنت مشغول ومهموم ومزاجك غير سيء وأنت تعبان مريض, طبعا لن يكون بمقدور عقلك الحفظ, وتبدأ تلوم نفسك وتقول ذاكرتي ضعيفة, أنا لا أستطيع أن أحفظ. يا سيدي أنت تحتاج إلى كوب من الشاي أو من القهوة في هدوء, اغلق على نفسك الباب, ابدأ بالتكرار, صباح في العصر في الليل, كل واحد يختلف مزاجه, كل على حسب برنامجه, أنت لديك برنامج, تحب الصباح, تحب المساء, تحب العصر. والنقطة التالية, احفظ ما تحتاجه في حياتك, يعني لا تذهب تحفظ لي أشياء لا تستخدمها في الحياة فبالتالي ستنساها وتقول أيضا مرة أخرى ذاكرتي ضعيفة. احفظ ما تحتاجه في حياتك, أنت تعمل في 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 المستشفى, احفظ العبارات التي تتكرر في المستشفى عندك, أنت تعمل في شركة, أنت طالب بالجامعة والدكتور أو المدرس دائما يكرر لك عبارات معينة وعندك عبارات, احفظ هذه العبارات حتى مع تكرارها مع المدرسة في العمل في الجامعة في الكافيه في الشغل تحفظها وتثبت معك. أما تذهب تحفظ العبارات لا ليست مستخدمة في حياتك بشكل يومي أو بشكل متكرر ستنساها. استخدم كل فترة مجموعة من الأسئلة والعبارات ثم قم بتغييرها. هذه النصيحة رائعة جدا. ماذا يعني هذا الكلام؟ يعني أنت احفظ لك مجموعة من الأسئلة. هذا الأسبوع أنا قررت أن أحفظ لي 10 أسئلة في 3 أيام في يومين. وعندما تحفظ هذه 10 أسئلة قم بتغيير كلمة واحدة. يعني احفظ What's your name؟ حفظته؟ غير النيم. What's your job? What's your email? What's your mobile number? What's your apartment number? كم رقم شقتك؟ What's your fax number? What's ما فيش fax خلاص. What's your hobby? What's your first name? What's your last name? كلها بدأت What's your. فغيرت النيم إلى عدة كلمات. حفظت سؤال Where do you live? حفظته. غيره. Where do you study? Where do you work? Where do you play football? Where do you eat lunch? Where do you eat breakfast? Where do you... احفظ 10 أسئلة وقم بتغييرها. احفظ أيضا مجموعة من العبارات وقم بتغييرها. عملية الحفظ في هذه العملية وبهذه الأسلوب سيصبح سهل وبسيط وعقلك يتقبله ولن ينساه, خصوصا إذا استخدمته في الحياة سواء في مقطع صوتي في الواتساب في الإيميلات في الحياة في العمل في الكافيه وجدت صديقك What's your job? What's your email? أو استخدمت عبارات معه وغيرت بعض الكلمات. لا تكثر من عدد الأسئلة والعبارات الجديدة حتى تحفظ الأولى. البعض يحفظ 10 أسئلة وما زال لم يتقنها, ما زال مخربط فيها ويقوم بحفظ عبارات وجمل أسئلة أخرى فيجعل الوضع عنده صعب ويقول أنا ذاكرتي ضعيفة. آخر نصيحة لك, لا تنقطع الفترات طويلة وراجع كل نهاية أسبوع على الأقل كل معلوماتك, ولا تيأس حتى لو انقطعت فترة طويلة, إذا عدت حاول أن تعود وتستمر دون انقطاع. أتمنى أن يكون هذه النصائح وهذه النقاط فادتكم وحلت مشاكل كثيرة لكثير من الطلاب.
اعمل بها وإن شاء الله ستجد أنه الفرق كبير. شكرا جزيلا لكم، ولا تنسى الاشتراك واللايك إذا عجبك الفيديو، وشارك الفيديو مع غيرك. رابط قناتي الجديدة في الوصف أسفل الشاشة. فائدة القناة الجديدة أني قمت بدمج دروسي، دروس النطق مدمجة في دروس محددة، دروس الكلمات، دروس المستوى الأول، دروس المستوى الثاني، القواعد، الأزمنة، الكلمات، كل شيء تم دمجه في قوالب خاصة. شكرا جزيلا. Good luck. See you later. أراكم لاحقا. مع سلامة الله. Goodbye.